السلام عليكم أيها المشاهدين، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. شاهدوا معي زوج الكناري ما شاء الله، لديه 3 فراخ تبلغ من العمر 15 يوما. شاهدوا معي ما شاء الله، قولوا ما شاء الله أرجوكم. الآن الفراخ بلغت إخواني 15 يوم بالتمام والكمال إن شاء الله، وبذلك فأنا سأهيئ الأنثى إلى البطن الثاني، يعني سأعزل أو سأضع هذا العش، عش الفراخ، في أسفل القفص هنا، وسأضع عشا جديدا للأنثى لكي تضع البطن الثاني. شاهدوا معي تغذية طيور الكناري عندما يكون لديها فراخ كما أريتكم: البيض المسلوق والباطي، باطي طبيعي أضع السميد وبذور الكتان والقليل من الماء وأخلطهما، وأضيف إليهما عظام الحبار أو السيبيا، فهي غنية جدا ومهمة جدا لهم إخواني لأنها غنية بالكالسيوم. والشيء الثاني المهم وهو أضع للأنثى كذلك الخس كما تشاهدون هنا والبروكولي، فهما غنيان بالكالسيوم ويقومون بتليين أمعائهما، يعني يحاربان انحصار البيض لا قدر الله في المستقبل. يعني إذا أرادت وضع البيض فإن ذلك لا تجد صعوبة في ذلك من جهة، كما أنهما يمدانها بالكالسيوم اللازم. بهذه الطريقة نكون قد جهزنا فراخنا للبطن الثاني، فبعد مثلا 10 أيام على الأكثر أو 14 يوم ستضع الأنثى البطن الثاني، وبالتالي ستجد جسمها يعني به مخزون مهم من الكالسيوم، من الكالسيوم والبروتينات اللذان يضمنهما البيض، إضافة إلى الكالسيوم آخر الذي أضعه وهو عظام الحبار، وكذلك يعني أوراق الخس والبروكولي الغنية بالألياف والحديد، وبذلك نضمن عملية التزاوج في أحسن الظروف. لذلك والمعلومة المهمة إخواني التي أريد أن أشدد عليها هي: لا تقوم بعزل فراخ الكناري أو تغيير مكان العش حتى تبلغ على الأقل 15 يوم، والدليل هو تشاهدون أن ذيلها الفراخ قد بلغ على الأقل سنتيمتر، سنتيمتر من الطول أو سنتيمتر وشيء قليل، يعني سنتيمتر ونصف تقريبا. بهذه الطريقة تتأكد بأن الفراخ قد بلغت يعني أكثر من أسبوعين، وبالتالي فإنها لن تكون معرضة لهجران الأم، وغالبا فإن الذكر هو الذي يقوم بإطعامها بعد 15 يوم، لأن الأنثى تتجهز لوضع البطن الثاني، وكذلك فإنها لن تعود محتاجة لحضن الأم عليها. هكذا نكون وصلنا إلى هذا الفيديو السريع، نتمنى منكم لايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.